أنتم مسلمون يا أيها أعطاك هذا المال. ألم تقرأ قول الله تعالى:
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فكل تجارة الأحبة في الله معرضة للخيبة والخسار إلا التجارة مع الكريم الغفار. كم من غني أصبح في لحظة من اللحظات من الفقراء عالة على الناس، وأصبح يتكفف الناس. إنه ما الله سبحانه وتعالى وأمرك أن تنفق منه، وإذا أنفقت منه هذا الذي أنفقته جعله لك دخن يوم القيامة وضاعفه لك. أحبتي في الله، من فضائل الصدقة أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمتصدق في ماله البركة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبحان الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم من شيء، أي شيء، نكرة في سياق النفي تعم، أي شيء صغيرا كان أو كبيرا فهو يخلفه. ألا تتخيلوا أحبتي في الله ذلك النزول الملائكي في صباح كل يوم؟ وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الداعي ملك، والآمر هو الله سبحانه وتعالى. فما ظنكم أحبتي في الله بهذا الدعاء؟ ومن فضائل الصدقة أحبتي في الله أنها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: صدقة السر تطفئ غضب الله. وأن هذه الصدقة أيها الإخوة الصدقة تكون ظلا لصاحبها يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. فإذا كان المرء كثير الصدقة فيكون ظله يوم القيامة عريضا، وإذا كان مقلا لها فيكون ظله قليلا. أما إذا كان لا ينفق من ماله ولم يكن يتصدق وكان يتهرب من الصدقات والزكوات فإنه لا ظل له في ذلك اليوم العصير، ذلك الحر الشديد الذي تدنو الشمس على رؤوس الخلائق. سبحان الله، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل يا أستاذ خضر مخلصان وحي قصه أصنت هاي صدقاتك هي وخاصة صدقة لا صدقة استوم في مثل هذه الأيام المباركة الطيبة. ما المعنى بركة إسرائيل بشأن رمضانك؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابتي يسمعوا يقول لنا بجنين ما حال إلى فضلك بشأن رمضانك صدقة لا صدقة استوم أدعي فضل رمضان. نبينا عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة وحوها أجود الناس أجود الناس ضدك أن تأود يغسس عليه الصلاة والسلام لكن بشأن رمضان كبحوها من تأود يغسس من البدنين من تأود يغسس بدنين بشأن رمضان كأليه مركي جبريل وغي ماتو جبريل النبي عليه الصلاة والسلام هبين كستقر رمضان كأليه وغي ماتو مركز القرآن كيستمد ذلك الجن النبي عليه الصلاة والسلام رسولكم روحها متكدر سنين بدن حتى دريش وصدره يعني آد قال النبي عليه الصلاة والسلام دريش سنين بدن بشأن رمضان كان سيدنا أيها الإخوة صدق الله حوالي ومن أفضل الأعمال سيدنا أشير لحديثك ابن عمر وسولي صدق الله حوالي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أعماش إلهي أجع لي هاي أي وهو ليس صدقه صدقه أيها الإخوة رسول الله عليه الصلاة والسلام يسحب لي سبب هو دائما وأبدا قدر إلا بشأن المسجد مكة آيات كأي مقام صحابه كان لي صدقات كان لي إسر مكة محس مدير جنة الترجمان أو أي امتثالان محايا لآيات القصة على الله سبحانه وتعالى انفر بضن أنفقوا مما رزقناكم وحيكوت مسيرة الأمر بحية وحي أهلكوا أرزاقنا مالك إله بأسفل سبحانه وتعالى إسرع قسية هؤقى دمين علم قاقة يأقونت هذا يعقل قاقة يشطار هذا يذكاء قاقة إن أعطكو كانت المالك هذا يسدين الله بأقسية أقوليري وأنا أقول امتحاني اللي يقصي مالك أيها الدنيا ويدي إن مالك وحونك بحسن وحياتك بحسن الله سبحانه وتعالى وكل الله بي ذخي بوكا قدري أدونك مصائت إبلاي أيك حجابي الله سبحانه وتعالى آخرنا كذا يقاري وحل سوق بكرمها أيها الإخوة إن بدنا وقنا قشان صدقاتك أي فضل لو المكان كبير ومسك بك لكن في المقابل أيها الإخوة بل أنك ورنا ضدك بخلطة وإلهي سبحانه وتعالى وحبيبي وقعدت وقعدني وصدقوا حسابيني وإلهي همين إيا مالي ونعمك الدشوك كدو شوي حتى أنا أحبك بحين أنه مخلطة كواسي مركة قفك بخيرك وملك الموت كأيماده وقبلي سأيتماده أيوه ونغلى قف آدي هذا وقفها قف آدي هذا على عرب قف الله سبحانه وتعالى ويجيست وقت يرغي رسيله سيوح صدق اسم لكن هي هات إلهي سبحانه وتعالى كم يرغي الله وحليه وأنفقوا مما رزقناكم والروح كبهي وحي آله كؤزاتنا وحكى بيبا من قبل أن يأتي أحدكم الموت انت يستمدكين قيدل أؤمان الكهر وفيقول ربي ومكس يا ربي ولولا أخرتني إلى أجل قريب هل أخرتني إلى أجل قريب إلى يوم الوقت يرئيد ببتي فأصدق ومكا صدقيست أو أكون من الصالحين مكا عن كبد هذا هو وصدقيست إلى يوم وحي يرئيد ببتي لقد يرد مالي ورق أدوينة ورق قاضية مالكي أودي لك وصدقيست وهبين إيمانه إلى لنا وكتريا وكهريا دك بقاضية دت كاسبا وحلاقيا بقار إني مالك يسأل وكنت عارف إني وحكسر القيستان دت كي نحلي أو مالك أجمل إني كنت عارف أسأل الأولي بل يا الدنيا لما كي يتشغل قفك بخيلك أيها الإخوة وحكم ديها المنافقين إلهي يقول لها في سورة التوبة ومنهم منافقين وحكم ذا
من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هو وحكى من التها يهدي إلهي وحنا سيو وكعتنا وحسوقني وإلهي حول سيو لا صدقنا وحرار صدق سنة يا أمك أسقوا صالحين تأهوا في عن أصوبة أو أصلاً يستكمل عليها. فلما آتاه من فضله ماكو إلهي فضله سيسي أو حريه قعدت لرسو قليل بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وأكو بخيلان وحب حين أمرا مركز إلهي وحكو عقاب نتيجة وقدير. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إلى هاي قلوب تألوا حقوق لي نفاق منافق لمذبا الوسيل إلى يوم يلقون إلى إلهي تركم ريا هكا أهل العلم لو حيلي قف كالنوع عاسا أو بخيل كأ أو محاك ولو حرار رب حدا دي إلى هاي وحسسيني إلى هذا الأمرك ألا حولها أوسينا كل بخيلة توبة لك فيها. هل إلهي أيضا محقوق لي هاي فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قلوب تألوا قليا إلى إلهي تركم ريا نفاق سبجريا والدنيا لا مالك الواحد الرق الضوري أو ملك الموت كوي ما عندنا على عكاسي أدق حاسب رعيا لكن أفيرنا ولا ليا لحظة راس هذا أوقف كدير ذي أوتي والدنيا أوكب وسطي أو مقبل على الآخرة آخرة وسي جدو أو واحد وأنفع لنا أي سنتر إلا وحورنا سلام هنا مركو قف كاسع أدق حسن يعني أفيرنا قف كلام أو أهل صدق راعها في سورة البقرة إلى الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قوة بحين يمال كودا حبين يمال سرا وعلانية سن قطاء يسق سوداء إنت وحبيبية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجر فلهم أجرهم عند ربهم أجر كودا الله تسمى كله لا خوف عليهم عبسي دشرة ما أهاتو أهل العلم اللي وحي لها لمفسريته لا خوف عليهم وحد ورجه لم يشع يقصي سعران إي آخره إي قبره إي قيامه إي حسابته ما بك بقيامك ولو بشارعية ولا هم أهان ما يحزنون ومرقعوا وعي أكسوا تلير إي دوريا ذي إي الدنيا ذي إي ضدك إي كلمة دين أو كن حليانا كوانا كن رغم مريا وضدك أهل صدقاتك أهل. أما الله سبحانه وتعالى مركي له أرتقوا قف كمالكي سوى لو يديني أمام الله سبحانه وتعالى قف رب الله به أرتقيا وليس بينه وبين الله ترجمان أفر سؤال أدبان لو يديني لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرضه ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه مال كان مركه ريحة قلت كالتين حرام يا أخوك يتمس حرام بوها مركا لوادنا مالكا قسيا ونقلتي زكني مكا بحيسي مساكين تنحك سيسي أطرق خيرك مكا قيقارتي وهكذا. نبي عليه الصلاة والسلام حديث قدسي على الإمام مسلم صحيح سوريين الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فقال كيف أطعمك وأنت رب العالمين فقال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. إلى أبو عليا مالك قيامها ابن آدم وحان كانت أربعين أقود سوء وأنا إمان أعلم قولي ما كان سوء عليا إلهي يسيق قولي أذي ورب العالمين كأه ما كان سأل أبو حكوية هذا أدرون كيف هبل آه باك أدر بإما قرسيس وقوليس باك أسر قوليس وأدنى هيستين سألوا المحتاج لما تسموها. أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي موادن أغاني حقيقة المالك أدرون كيف هبل وحسين لهد وقولي لهد وقاجسنا ودما تسنا أرنك أكتنا ما تكيرني يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. ابن آدم وحقه يديست وراب يا عبتان محقه يديست فلم تسقني مكاس هذا المرابي مكاس لي يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين
سيكون بيا أدوى رب العالمين كأه مركز الله وعلا سبحانه وتعالى أدوم كي يهب البقه أو من باب يقوي ديستي أدوى أبو وضع أسينك مركز الأدوى أما علمت لو فعلت ذلك لوجدته عندي مواد الأولين هذا أنت ما لك السماي لي ما أنت أكتلت كهيري ولا يا مركا فضلك أدي أد الأبرية هاي صدقاتك صحابة الوحية هاي ولا ريال هو أدي أد الجرتة محايا لجدد الدنيا الدنيا لنا وحية إليه تهدوا أغايين إلهي سبحانه وتعالى وكل إليه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارعوا أترتما أبرتما وكل لما إلى مغفرة من ربكم وجنة دم بداف حقي إلهي كأهذا أبدال أترتما إيا وجنة جمال أترتما عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بدر كذا سماواتك إيا قلك الله يسقدر الآن ولو دياريك والمتقين فالله كبقى هو أصبح إله تماماً تلمان تقوه الرزق ولده مفرسه الذين ينفقون في السراء والضراء الذين واكون ينفقون ماركو ربيعية قولنا بحياة ماركو في السراء حل لأي برواق الهجلاء إيه والضراء حل لحتى إلا تسره إيه أباهن وأدرى تيساً وشيء يقول لي تقرأ أن يتو نفسي سأصدار فيه أن يمحق رأس بقصايا خواسي وحاقوا الديار سبع اللو الدياري جدال اللو الديار ولذلك أيها الإخوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان من أغنياء وأثرياء العرب غريب أهانتي بنبرها لكن لما نهنتي نسي وحق أكب لي وأكبه إلهي سبحانه وتعالى دعو نسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قف كست أو يد يجعل نورها كافأناه ويرواس وأكافي رواسي يلقى على سلام السلام قف كست أو يجعل نورها إلا أبو بكر أبو بكر ماها إلهي أبا كافي يلقى على سلام السلام فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال ما أنا ومالي إلا لك يا رسول الله إنتو أوليب إلى أني إيمان كيما رسولك إلهي ما وحكرانا إلا أبي أبا قصناني وحاله قرتا قبل أيها الإخوة صدقنا قفك إيمان كسار قرتا آياتك حتى على خيرنا يا أيها الذين آمنوا أهل علم وحي لها يا أيها الذين هدينا إلى هذا آية دور قلاب النداء يطبق قلاب وحي موجين إساء أر المهيم أيها الله يا وحي لها لتابه آمنوا هدينا وقرا أيها وحي موجين إساء أر كأسوس على آية دور كهل دونتو وحي كل حرمتها إيمان كتجاه ديسو قف كي سيدا اي تهي انت او التزام او وصف بحنا وحيد موجينيس ايمان كي سيئو زيادة يهي قف كي ان دنك الجلينة وحيد تسيئس ايمان كي سيئو ناقص يهي ولذلك ابن مسعود بن علي يهي حداد مقاش يا ايها الذين امنوا ايها الولاء يهي كتابك الهي دكت راني فاصل لها سمعك دكت راني محايا لآيات دعم حصاوة دعم حارو عمر يهي أما واحد هذا قال لي يا الله اسم البيت هاي دكتور هذا يوصيك عن الرئيس ولذلك أيها الأخوة وحال وقر أنت الإيمان قفك حب صدق ليس وقرنا إسحاق صدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحيل هذا أبو بكر ما مركزت ما ركت إلى ديري ما كان صاروحا إلى هذا ولا هذا ما أنت وإلا أن أبو بكر لا ترى صدق على أمرني قولي أيام تدري مكاسان أعمال كي يتأرى وأكرى قريبا حاف كلمي حوغا بالجول أبو بكر ما كور سمي أبو بكر روح أصحابي تأرى حبك سوتي لو مال كي يسي دولا عمر نبي الله ودي عليه الصلاة والسلام يقول عمر وغير كم حد وصوت التل لكن سيارة صورة نصف ما لي ما وصوتي والجول أبو بكر باني أبو بكر وغير كم حد وصوت التل إلهي ما وصوتي مالك هاسبا كهرب إلى هذي عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وحنا ما رأينا مسوق مراد وحنا ليا وراك قابور صدق على لب حيسد قفك إيه وكم قوم ما شاء يقود بينيس أما وحنا ليا ودك قابور إنا يصير صدق على لب حين دتك صدق على لب
بل يقف كان يككون بحين يهوش أصلا صعدت أوطن أيا ربي صبر أما واحد ريال يقف كي هو إسكشة كسيان ولذلك يقف فهدو صدق ربحه أم يدي سأل صافي تهي إلهي سبحانه وتعالى صدقه سواك أقبل يا حتى هدي أي تعضى ماشي لو مطر الدرمان هاي نبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة أولنا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد ثانية فتحدث الناس تصدق الليلة على ثانية نبي عليه الصلاة والسلام من باوح إلى العاوة صدقة رب حياة مقرارتين هبين كيف صدقة ستعتحيلي هبين قبل زانية أهل العتي معناها وصلت لي فلما أصبحوا مركين الصوات وبرين أصبحوا يتحدثون وحدت كبيرة إليهم حلنا زانية أهل روح وصلت قيس نكوى أولي فقال الحمد لله على زانية لا أتصدقن بصدقة إلهي باكم هتصدق يتاسمت من صدق إسان هذا فأخذ صدقته فوضعها في يد غني صدقة المقاضي هبين كيلوات ننتاج من أهل غني أهل صدقة فقال الناس تصدق الليلة على غني حل وحب وحب صدقة تاج غني فقال الحمد لله على غني لا أتصدقن بصدقة عاوى صدقة يا أبو هدني فأخذ صدقته فوضعها في يد سارق مركز صدقة يستطيع أن ينتوك أيها من كيلوات اللي قعدت بني صبح إلى ضدك هذا روح أن تصدق الليلة على سارق حال يوحى وحبه صدقة يستطيع ننتوك أحد وحبه صدقة يستطيع فقال الحمد لله على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر وينفق مما أعطاه الله وأما السارق فقد يستعف بها عن سرقته والله يرنيك وحرها الصدقة هذه والله لا أقبل ستحر ولا أقبل لكن قبلي وحد الزانية أهي قبلي الزانية ستحر حرها يا بابا صدقة المصدقة يستعين أودنا وسط الزنادي يكون بعجتين نينك غريق أهانا وحاب لغي رأي صدقة كم بحيصو إن أكون عمرقات إلا ورمينا ولا لا أقولون تاجر أين بقى أني وحاب صدقة يستعين أني وتاجر ما وحاب صدقة يستعين وأما السارق توقين وحاب لغي أبا إن أما أكتل أسجن أودنا وسنادر توري يكون بعجتين ولا لأي مركة أنت أخذ بالك بحين وأمانة رمضان صدق الله سبحانه كسر هذا من فضل لنا أن نمين كريم وأمنا أن نبع عنا أو طهار النوع أو كفار النوع أو نار تغلقاء النوع أو دم بلنا الدمينيسا مسائل كأكوتو كلنا ولا ليال با كاملة من لها لو باعنا إن أنت لقل قاد النوع أو محاك الله داري وحيابا مسائل وقص عليها بهم ما كان شاء الله تعالى قف كستوحي على أولي كتب لما تنك كنتمك بقولك كير كبرا وحي على أولي إن شاء الله تعالى مسجد على وصل الغيستو حتى كارب جرقوك كارب مرمي ولا لا ملاد تالي جزاكم الله خيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجعلنا من المنفقين أموالا في سبيلك اللهم اجعلنا من المنفقين أموالا في سبيلك وجزاكم الله خيرا.